زي ما قلنا في المقدمة امبارح، ناقشنا مع حضراتكم موضوع الدكتور اللي كان كاتب بوست على صفحته على الفيسبوك بيدعم فيه ويؤيد ختان الإناث وبيتكلم عن فوائده. طبعا يعني الدكتور بيعمل كده وكتب كده رغم انه في قانون بيجرم الختان، ختان الإناث، وبيعتبره جناية عقوبتها السجن المشدد. امبارح وزارة الصحة قالت لنا على لسان الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر انه هيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب علشان يكون عبرة لغيره. الجديد بقى في هذا الموضوع النهاردة حاجتين. الأولى، المجلس القومي للأمومة والطفولة قال إنه استقبل بلاغ بالواقعة وقدم بلاغ إلى النائب العام ضد هذا الطبيب، وتم التوجه فعلا للعنوان المذكور للتأكد من وجود المركز الطبي. تم معاينة المكان وتحرير البلاغ في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام. ده التطور الأول. التطور الثاني أن الطبيب نفسه مرتكب هذه الواقعة كتب اعتذار على صفحته امبارح بعد ما برنامجنا تناول الواقعة. الطبيب قال أنه أخطأ في تقدير المصلحة في نشره، في اللي نشره يعني. لكن اللافت بعد كده أن الطبيب نفسه حذف البوست وعطل حسابه على فيسبوك بدون يعني أي توضيح. وبالتالي احنا بنسأل، هل هذه الخطوة بتعتبر يعني تراجع عن موقف هذا الدكتور من القضية نفسها، قضية ختان الإناث، ولا لا؟ الأول خلينا نفتكر ونفكركم باللي قاله امبارح الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر. يمكن الدكتور أسامة عبد الحي بيقول إنه دي مسؤوليتكم في الإدارة المركزية للعلاج الحر. تحياتي للدكتور أسامة، بس الموضوع مش هيتاخد بالهدوء ده. الموضوع لا، الموضوع مش عايز زي هدوء. أولا ده لا بيتكلم في طب ولا حضرتك، ده مش بيتكلم بصفة الدكتور، ده إنسان عايز يعمل بلبلة في الرأي العام، وأكيد إن ليه توجهات واضحة جدا 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 في كلامه. فأنا بقول لحضرتك، بالنسبة لنا الدكتور ده أنا هحوله للجنة التأديبية في النقابة، والنقابة لازم تاخد معاه إجراء تقتضي شطبه من النقابة بحكم القانون. لأن القانون والشرع والمجتمع والطب قال إن ده عمل مجرم ما ينفعش حتى ننوه بيه.